Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan Trezeguet. It's Mark Bosnich here, ex-Aston Villa, Chelsea and Manchester United goalkeeper, to do a special message for you in your time now injured out from Aston Villa. You've had tough times before. You've come through a lot to be where you are. You're originally at Al Ahly and then from Anderlecht to Mouscron to Kasim Pasa and now at Aston Villa. All those times, all what you've had and what you've been through to get here has made you the strong person that you are today. I know it's a challenge and it will be a massive challenge to get back from this injury, but if you put in your mind that you're going to come back an even better player, you can do it. How do I know this? Because I've seen what you've done in your career thus far. All the very best to you, all to your family and to everybody in Egypt. Salam alaikum, and hopefully see you back in Aston Villa colours very, very soon. حاجة جميلة والله والله انتوا النهاردة الحلقة جميلة جدا جدا والله واساطير يعني يمكن طبعا في مصر لكن ناس كتيرة تعرف الناس دي لانه الناس دي اساطير الراجل ده خد دوري وخد الحارس المرمى ده خد دوري وخد كاس عالم مع كاس عالم الاندية مع مانشستر يونايتد فاسطورة كبيرة يعني احساس جميل والله كابتن اسلام الواحد بيحس بال بتعبه وعايز اقول لك حاجة احنا يعني واحنا بنجيب الناس دي انا عمر البنوبي بيقول لي هكلم فلان اقول له هيعمل يقول لي تريزيجيه بسم الله ما شاء الله الناس كلها بتحبه فعمر الحقيقه وهو بيعمل الحاجات دي الناس كلها انا باخد الفيدباك بقى يقول لي لا ده ناس مبسوطه جدا عايزه تعمل المداخلات وعايزه يبعت لي الفيديو وعايزه فده انا ببقى سعيد ومبسوط ده ابن النادي الاهلي اهو اللي الناس دي بتتكلم عنه ده ابن النادي الاهلي هو ده الاحساس يا كابتن اسلام اللي انا عايز اوصله ان انا طلعت من النادي عايز اعمل حاجه والناس زي دي بتتكلم ان واحد من ابن النادي او ابن مصر الناس زي دي بتتكلم عليه لو بحاجه بسيطه طبعا وواحد برضو ابن مصر وصل للناس ديت اللي هو عمر وصل للناس دي برضو مش سهل انها توصل لحد تتواصل معاه وتكلمه فده برضو واحد ناجح تاني في مجاله في مجاله وممكن ما يكونش حد شايفه بس هو النجاح اللي هو بيوصله ده بيبقى برضو صعب كمان بوسنيتش هو بيتكلم بيقول لك انت بدايه من النادي الاهلي والسلام عليكم يعني عارف الكلام ده بيخلينا احنا كمان واحنا قاعدين احنا مبسوطين جدا وفخورين جدا باللي بيحصل وسعداء جدا طبعا بوجودك معانا وان انت دايما بالنسبه لنا وبالنسبه لكثير من الشباب اللي هيتفرج على الحلقه النهارده ان شاء الله مثل اعلى وهو ده اللي دايما الريس بيودينا ليه يقول لك ايه يعني احنا محتاجين الاخلاق ترجع تاني ومحتاجين الـ 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 المثل والقيم اللي احنا ماشيين عليها ترجع تاني وتبقى افضل من الاول كمان واحنا عندنا كده عندنا احسن شباب في العالم وعندنا احسن ناس اشطر ناس في كل حاجه في العالم ودي حقيقه وان شاء الله بقائد عظيم وناس اصيله وناس مصريه ان شاء الله البلد دي تبقى في حته تانيه خالص ان شاء الله الايام اللي جايه كلها هتبقى مصر في حته تانيه ان شاء الله باذن الله يا رب.